ما زال حدثنا عن اتفاق الهدنة في قطاع غزة مستمر. اتفاق الهدنة تضمن إطلاق سراح 50 من المحتجزين من النساء والأطفال واللي سنهم أقل من 19 سنة مقابل الإفراج عن 150 من نساء وأطفال فلسطين بسجون الاحتلال سنهم أقل من 19 سنة. ومن هنا يجي سؤال مهم جدا يا جمان، إزاي هتتم هذه الصفقة، صفقة تبادل المحتجزين بين الجانبين؟ إجابة وافية وهنتعرف عليها دلوقتي من الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. صباح الخير عليك يا فندم. طبعا خير على حضرتك. اهلا بك يا فندم. في البدايه تعليق حضرتك على هذه الهدنه ومن هو المستفيد من هذه الهدنه وبالتالي كان اكثر حرصا على اتمامها. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. اعتقد انه في النهايه الكل مستفيد من هذه الهدنه، لانه اذا احنا كنا بنتكلم عن تقييم لهذه الحرب منذ اللحظه الاولى، فالحقيقة انه النظر ليها بيتجاوز مسألة من المنتصر ومن المهزوم، وفي النهاية الكل خاسر يعني على كافة المستويات، سواء كنا بنتكلم على المستوى الإنساني او على مستوى حتى تهديد الأمن في الإقليم ككل. فأعتقد أنه أهمية مسألة الهدنة الإنسانية المؤقتة اللي تم إقرارها بفعل جهود مصرية قطرية بذلت خلال الأيام الماضية، ده أمر مهم على أكثر من مستوى. أولا بسبب تصاعد الأزمات الإنسانية داخل قطاع غزة إلى حد غير مسبوق، عندنا احنا بنتكلم عن عدد شهداء بتجاوز بالفعل ال 14,000 شهيد، النسبة الأكبر فيهم طبعا من الأطفال والنساء، فضلا عن عدد ضخم من الجرحى. عندنا خروج للقطاع الصحي أو المنظومة الصحية عن الخدمة. كل دي يعني كل دي ظروف مأساوية بتعبر عن طبيعة الوضع الإنساني داخل قطاع غزة. فأعتقد أنه مسألة الهدنة يعني كانت مهمة يعني في ضوء صعوبة الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، وإنها كمان بتدي مساحة أو فرصة أو بعض الوقت للأطراف الوثيقة وخصوصا الدولة المصرية للتحرك على أكثر من مستوى للوصول لوقت كامل لإطلاق النار. طيب أستاذ محمد، برضو بما أن حضرتك معانا خلينا نوضح للسادة المشاهدين تفاصيل بنود هذه الهدنة. يعني إحنا في البداية اتكلمنا عن عدد إطلاق أو إطلاق الرهائن، يعني إحنا بنتكلم عن 50 من المحتجزين من النساء والأطفال سنهم أقل من 19 سنة مقابل إفراج عن 150 من نساء وأطفال فلسطين من سجون الاحتلال نفس السن تقريبا برضو أقل من 19 سنة، يعني نسبة 1 لـ3. إيه كمان أو ما هي الشروط الأخرى أو البنود الأخرى في هذه الاتفاقية يا فندم؟ طبعا هذه الصفقة بتشتمل على بعض النقاط الأخرى المهمة، يعني لو إحنا بنتكلم كمان عن مسألة المحتجزين، فطبعا الصفقة نصت وفقا لما تم الإعلان عنه عن أن المحتجزين يعني لدى الفصائل الفلسطينية لن يشتملوا على الفئة العسكرية، بمعنى أن من سيتم إطلاق سراحهم زي ما حضرتك أشرتي هيكونوا من فئة المدنيين، يعني من يعني خصوصا من النساء والأطفال. طبعا الصفقة نصت على وقف لإطلاق النار وللعمليات العسكرية لمدة 4 أيام، وقف لتحليق الطيران الإسرائيلي يعني في مناطق الجنوب وفي المناطق التي ينتشر فيها أو ينشط فيها الطيران الإسرائيلي خلال يعني فترة الحرب منذ اندلاعها. الصفقة أيضا نصت على
اعتبار او بند مهم جدا، وهو زياده معدلات ادخال المساعدات الانسانيه لقطاع غزه. طيب تم الاتفاق حتى الان او ما خرج حتى الان تقريبا كم شاحنه المفروض؟ يعني الاعداد ما كانتش منتظمه طبعا، وده بسبب انه كان في اشكاليه رئيسيه بتتمثل في عدم وجود ضمانات لدخول هذه المساعدات بسبب القصف الاسرائيلي العنيف اللي بيطال كافه مناطق قطاع غزه. فما فيش عدد محدد، كان كل يوم بيخضع لي يعني او بيخضع لي الاوضاع الميدانيه نفسها. واعتقد انه حتى مساله ازدياد الاعداد نفسها هتتوقف بالفعل على مدى التزام يعني الجانب الاسرائيلي بمساله وقف اطلاق النار. لكن اعتقد انه اجمالا احنا بنتكلم عن يعني صفقه او هدنه مؤقته، اولا هتدفع باتجاه يعني وقف نزيف الدم داخل قطاع غزه، هتدفع باتجاه زياده معدلات ادخال المساعدات الانسانيه للقطاع، هتدفع باتجاه يعني اعطاء مساحه من الوقت للاطراف الوسيطه وعلى راسها الدوله المصريه وبعض الاطراف الاخرى زي قطر للضغط والدفع باتجاه يعني الوصول الى وقت كامل وشامل لاطلاق النار. لكن يعني بيوجد اعتقد بعض الاشكالات الاخرى يعني أو بعض النقاط التي تمثل إشكالا في هذا الصدد. يعني إحنا عندنا رئيس الوزراء الإسرائيلي بيتحدث أمس عن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مرحلة ما بعد الهدنة، وأنه بين قوسين لن يتوقف قبل تدمير حماس. عندنا أستاذ محمد، طيب واحنا بنتكلم عن هذه الصفقه استاذ محمد، هناك حوالي 250 محتجز اسرائيلي لدى المقاومه وما يزيد عن 7000 فلسطيني موجودين داخل سجون الاحتلال، منهم اللي موجود بقاله سنوات ومنهم اللي تم اعتقاله على خلفيه هذا التحرك الاخير. من وجهه نظرك هل حضرتك شايف ان هذه الوتيره التي تسير بها هذه الاتفاقات، مثلا يعني احنا بنتكلم دلوقتي في 50 محتجز اسرائيلي مقابل 150 اسير فلسطيني موجودين دون سن 19 عام من الاطفال، هل حضرتك شايف ان هذه الوتيره ستسمح بالافراج عن كافه المحتجزين والمعتقلين والاسرى الفلسطينيين الموجودين داخل سجون الاحتلال، خصوصا ان المقاومه من البدايه وقالت ان هدفها هو اطلاق سراح كل الاسرى الفلسطينيين الموجودين في سجون الاحتلال؟ اعتقد انه في النهايه احنا بنتكلم عن اتفاق هدنه تم فيه تحقيق النسبه الاكبر من رؤيه ومقاربه الفصائل الفلسطينيه. يعني كان الحديث من او كان الخلاف الرئيسي استاذ محمد، حضرتك سامعني يا فندم؟ طيب على ما يبدو ان فقدنا الاتصال بالاستاذ محمد، لكن بشكل عام كنا بنتكلم طبعا عن دور مصر في الضغط والتواصل من اجل التوصل الى اقرار هذه الهدنه. من الواضح طبعا وزي ما كنا بنتكلم في بدايه الحلقه انه في اشادات كبيره جدا من قوى دوليه بمجهود مصر لاقرار هذه الهدنه. على كل بنشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه.